نتحدث عن هذه المبادرة بالتفصيل مع السيد ماجد مرشد، مدير قسم السكري في مؤسسة بيولاب في عدن، عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك. يعني الآن تقومون بمثل هذه المبادرة، إلى أي مدى هذه المبادرة يعني ستخفف من الأخطاء إن صح التعبير التي تمارس من قبل المرضى بالتعامل طبعا مع مرض السكري؟ أهلا ومرحبا بك أخي. أهلا بك. نحن نهدف يعني أن يصل الوعي في الناس درجة الإيمان الكامل في الممارسات الصحية والحفاظ عليها لكي يقوموا بوقاية أنفسهم من مرض السكري. نحن نتحدث على داء السكري من النوع الثاني الذي يكون عبارة عن السكري سببه الإهمال الوزن الصحي للجسم، إهمال النشاط البدني، إهمال نظام التغذية الصحية. فنحن نتمنى أن يكون لهذه المبادرات الأثر الكبير في المجتمع لتوعية الناس على الممارسات السلوكية أو اللايف ستايل الأساسي لتجنب مثل هذه الأمراض. نعم أستاذ ماجد، يعني الآن مثلا كيف يمكن أو ما هي الفترة المحددة للفحص الدوري مثلا عندما تقومون بتوعية الناس؟ الفحص الدوري هو أن يقوم الشخص السليم الذي ليس فيه داء السكري بالفحص سواء شهريا أو كل شهرين، هذا لفحص السكر فقط. أما بالنسبة للفحص الروتيني لجميع وظائف الجسم كوظائف الكبد والسكر والكلى وما إلى ذلك، فننصح الناس ونوعيهم للقيام بالفحص الدوري كل 6 أشهر للوقاية من أي أمراض مستقبلية. طيب طيب إلى أي مدى أستاذ ماجد مثلا في حالة الفحص المبكرة، إلى أي مدى ستخفف طبعا من وطأة هذا المرض أو من شدته على الإنسان، يعني خصوصا أن المرض السكري يعني يبدو أن لا توجد هناك حلول جذرية له؟ أخي العزيز، مرض السكري من النوع الأول لا يوجد لديه أي حلول جذرية، لكن من النوع الثاني التوعية وممارسة النشاط البدني زي ما ذكرت سابقا، وأيضا المحافظة على الوزن وما إلى ذلك تؤدي إلى الوقاية من داء السكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره بنسبة كبيرة جدا. لأن داء السكري من النوع الثاني كما ذكرت سابقا ليس سببه وراثيا أو شيء في خلل، يعني لو نقول خلل في الجينات أو الجسم، وإنما سببه الممارسات الخاطئة وعدم الاهتمام في الصحة على المدى طيب البعيد. أستاذ ماجد، على عجالة يعني كيف تقيم الإقبال يعني في الأيام الأولى من هذه المبادرة؟ والله كان هناك إقبال ممتاز من المواطنين، وأيضا هنالك قابلية للتوعية الذي قمنا فيها. نتمنى أن يستمر على ما هو الحال، ونحن إن شاء الله على هذا المنوال في الأيام القادمة. نعم، أوجه لك تحية وشكر سيد ماجد مرشد مدير قسم السكري في مؤسسة بيولاب في عدن، شكرا جزيلا لك.